ومهما حاول المغرضون فسيبقى شعب البحرين متماسكا موحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. دكتور، بعد أن استمعت إلى هذا التقرير ومن تحدثوا فيه بشكل عام، من الملاحظ أن هناك أكثر من جانب، لعل في مقدمتها أن محمد صالح على سبيل المثال قد بادر للحديث إلى تلفزيون البحرين والكشف عن الحقائق، فما هو تعليقك على ذلك علما بأنه لم يتواصل أساسا مع قناة الجزيرة وإنما التسجيل المعروض له هو يرجع لعام 2004؟ نعم، مساء الخير في البداية. ويعني قبل أن أجيب عن سؤالك اسمح لي أن أقول إن اليوم ويوم أمس أيضا كانا يومين سيئين بالنسبة للنظام القطري. يوم أمس قوة دفاع البحرين من خلال البيان الذي صدر نسفت مزاعم قناة الجزيرة والنظام القطري من خلفها بشأن إحدى الشخصيات التي ظهرت وقدمت شهادات كاذبة ومزورة تمس الجهات الأمنية في مملكة البحرين. اليوم تلفزيون البحرين أيضا من خلال ما يعرضه الآن أيضا يقلب الطاولة على النظام القطري وعلى قناة الجزيرة، حيث تبين أن القصة من أساسها مفبركة. يعني استخدم النظام القطري قصة مفبركة من الداخل ووضعها في قالب يعني دعم البحرين للإرهاب إلى ذلك، في حين النظام القطري هو المتورط في دعم الإرهاب. هؤلاء أشخاص استغلهم النظام القطري من خلال الحصول على في فيديو مفبرك قاموا بعمله ويعود لسنوات طويلة إلى الخلف. يتبين الآن أيضا أن أحد من هذه المجموعة كان على اتصال مع النظام القطري يحاول الحصول على اللجوء السياسي أو ما إلى ذلك، وهو من تركيا. إذا المسألة بأكملها توضح لنا أن النظام القطري ومن خلال ما بثه عبر الفيلم في قناة الجزيرة إنما هو يستمر في استخدام الأكاذيب، معتقدا أن مملكة البحرين سوف تتأثر وأنها سوف تعاني من ضربة في نسيجها الاجتماعي ويعني في تراصها الداخلي. في الحقيقة موقف شعب البحرين و شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من بعد ما قامت به قناة الجزيرة والنظام القطري هو بحد ذاته شكل نكسة للنظام القطري. أنت دكتور كملاحظ ومتابع للشأن المحلي هنا في مملكة البحرين، يعني ردة فعل الشارع البحريني والخليجي كذلك تجاه الأكاذيب التي روجت وروجت لها قناة الجزيرة كان قوي وواضح أيضا من خلال وقفة شعبية وطنية خلف قيادة جلالة الملك المفدى. أنت كمحلل سياسي كيف رأيت رد الفعل المجتمعي في هذا الشأن؟ ليس فقط على مستوى البحرين طبعا. نعم دكتور، شعب البحرين يلتف حول قيادته، حول جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وأيضا شعوب الخليج التفت حول مملكة البحرين، وهناك وعي خليجي عربي حول ما يجري في الساحة وحول فبركات وأكاذيب قناة الجزيرة والنظام القطري. ولكن أيضا لسوء حظ النظام القطري أن التوقيت الذي استخدمه لبث هذا الفيديو الكاذب كان توقيتا سيئا جدا. اليوم أصابع الاتهام موجهة للنظام القطري في قضية الصاروخ الذي يعني يتبع التابع لل القوات القطرية الذي تم العثور عليه بحوزة إحدى الجماعات اليمينية المتطرفة في إيطاليا. نعم. وأيضا قضية الخلية الإخوانية الإرهابية التي تم القبض عليها في الكويت، وهناك خطوط تربط النظام القطري بهذا الأمر. نعم. الآن أصابع الاتهام موجهة إلى النظام القطري. هذا الفيديو الذي قام ببثه من خلال قناة الجزيرة إنما هو أضحوكة وإدانة للنظام القطري نفسه. طيب دكتور، الآن المحاولات التي يقوم بها النظام القطري على شق الصف في المجتمعات الخليجية ليس فقط في البحرين، أيضا الشعب القطري ذاق الأمرين ويعاني الكثير من تصرفات حكومته، ما رأيك في تأثير هذا التوجه الحكومي القطري وأضراره على الشعب القطري الشقيق؟ يعني الشعب القطري هو عبارة عن ضحية، الضحية الأولى من ضحايا النظام القطري. لا تنسى أن النظام القطري يبشر ويتحدث كثيرا عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن الحياة المدنية من خلال قناة الجزيرة وأذرعها الإعلامية وغير ذلك، في حينما نأتي إلى قطر
نجد أنه لا وجود هناك للديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا الحياة المدنية، رغم الوعود الكثيرة التي قدمها النظام القطري إلى الشعب القطري. يعني لا تنسى الدستور القطري في المادة الأولى والمادة 59 ينصان على أن النظام ديمقراطي وعلى أن السلطة تعود للشعب. لا يوجد هناك لا نظام ديمقراطي ولا سلطة للشعب، وإنما يوجد هناك قمع وتغييب للشعب القطري، ويوجد هناك سلب لحقوق المواطنين القطريين. نحن نعلم قضية الغفران، الآلاف الذين سلبت جنسياتهم وجردوا منها. حتى على المستوى الثقافي تم القبض حتى على المثقفين من الشعراء، من الذين فقط تناولوا الجانب السياسي. اليوم مملكة البحرين في الواقع تفخر بالموقف الذي بدر عن شعب البحرين وعن الأشقاء، والنظام القطري إنما سقط في الحضيض، واليوم ما يتم كشفه من خلال هذه الحقائق التي يبثها تلفزيون البحرين. بالإضافة إلى بيان وزارة بيان قوة الدفاع البحرين يوم أمس، أظن أن هذا وضع حدا ونهاية لهرطقات النظام القطري. إذن المحلل السياسي دكتور محمد مبارك جمعة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.